طبعا اللي متابع معانا الاجتماع هياخد باله ان الاسبوعين اللي فاتوا كنا اتكلمنا عن كنيسة، عن بيت الله. ده طبعا تزامنا مع احتفال الكنيسة بعيدها الـ52. احنا عارفين ان اول قداسة اتصلى فيها 12 يوليو اللي هو عيد الرسل، والتدشين الكنيسة اللي كان على ايد قداسة البابا توادروس كان من سنتين في 12 يونيو 12/6. طبعا يعني احسن حد يقدر يكلمنا عن الـ52 سنة دول اللي ابتدى الـ52 سنة، احنا كلنا حديث التخرج. فابونا هيكلمنا، عرفنا ازاي ايد الله بتعمل في هذه الكنيسة. ابونا طبعا اكيد هيفتكر احداث يعني نتمتع بيها عشان نحس فعلا يعني ايه بيت ربنا، ويعني ايه ربنا يبقى عامل في هذا المكان. انتوا وراكوا حاجة؟ ما وراهمش. اصل ابونا عايزنا الخص الـ52 سنة في ربع ساعة، طب ازاي يعني؟ حتى مش 52 دقيقة حتى. طبعا زي ما كان بيقول ابونا دلوقتي، الكنيسة دي اتفتحت اول قداسة عمل فيها كان يوم 12 يوليو في عيد الرسل. وبعدين كان مفروض قداسة البابا هيجي يدشن في نفس التاريخ، بس كانت الظروف ما سمحتش، فتدشنت الكنيسة قبل الميعاد ده بشهر تقريبا اللي هو في الايام دي يعني. لكن لما نرجع للتاريخ في بداية الكنيسة خالص، يمكن الناس الكبار هم اللي يقدروا يعرفوا، المنطقة هنا كانت فاضية خالص، كلها جبال ورمل. المستشفى دي ما كانش موجودة، كان مكانها جبل. البيوت ديت ما كانش موجود غير بيت في الناصية دي وبيت في الناصية ديت. نفس مكان الكنيسة رملة، واللي هنا ناحية رملة، ما كانش فيه حاجة خالص. ولكن عجيبة قوي ان ربنا يجي يزرع زي الشجرة كده في وسط الصحراء دي، لأن ربنا يريد أن يكون ليه مكان في هذا الإيه، في أو بيت في هذا المكان. فدي كانت البداية، اتعمل بيت صغير أو كنيسة صغيرة جدا. وطبعا كلنا عارفين أن ده كان بعمل أبونا بشوي كامل، كاهن كنيسة ماري جرجس القديس، ربنا نايح نفسه ويمتعنا بصلاته. هو طبعا صاحب الفضل. كان في الوقت ده ممنوع انك تعمل اي كنيسة اطلاقا، فكانت الطريقة ان احنا نيجي جايين بالليل كده وجايين اي مبنى صغير نصلي فيه ونقول دي كنيسة. فكان يعني ايه، خلاص يعني بيبقى فيها شعب، فيها ناس، فبتبقى يعني زي امر واقع. لكن زي عايز اقول ان البداية كانت زي كان واخدين تصريح ابونا بشوي، واخد تصريح ببناء ورشة بلاط. ما هو كل حاجة كانتش بالعلن، الورشة ديت رخصة، واخدين رخصة نعمل في المكان ده ورشة بلاط. الورشة ديت ابعادها 10 في 10، فجينا بنينا مبنى، بنيناه 10 في 14 في 12، يعني بقى طولها 14 وعرضها 10. مبنى صغير جدا بالطوب الاحمر، ما فيش اي حاجة، دي البداية. خلي بالك ان الكنيسة هي العبادة، مش مهم شكل الكنيسة الفخم، المهم في ناس بتصلي ولا لا، المهم في ناس بتتوب ولا لا، ده الاهم. ولما يكون جوه الكنيسة فيها الناس اللي بتصلي بأمانة والناس بتتوب، تبص الكنيسة عاملة زي الشجرة تقعد تكبر 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 تكبر. والنمو بتاع الكنيسة حتى في الإنشاءات ده ما يعني ملناش فضل فيه، ده ترتيب ربنا وعمل ربنا منذ البداية. وابتدت بقى ان احنا ايه نصلي في هذا الجزء الصغير صلاة، الناس جاية بتيجي تصلي بخشوع، قداسات بخشوع، والناس بتصوم، والعدد ما كانش كبير يعني زي الأيام دي كده، كان العدد لسه صغير، لكن كانت البداية واحدة واحدة. أهم حاجة إن أي خدمة تبتدي تطلع واحدة واحدة، وأي خدمة تطلع بالراحة. عارف لما تعمل خدمة تفرع كده وتعمل كلام وهيصة ومولد، تبص بعد شوية تطفى، ده عشان الإنسان مش ممكن يطلع مثلا ينط يطلع الدور الأول أو الدور الثاني كده من غير ما يطلع سلم، مش ممكن، لازم سلمة سلمة سلمة.
وفي حياتنا الروحية كده، وفي حياتنا في كل مكان. ما تستعجلش، خد الأمور بتدرج وبواحدة واحدة توصل. أول قداس اتعمل هنا زي ما بقول لكم كان يوم عيد الرسل، كان نيافة الأنبا ماكسيموس اللي هو أسقف بنها المتنيح، كان قديس من القديسين، وطبعا كان أبونا بشوي، ويصل لنا قداس. ودي كانت بداية الكنيسة، أول قداس يتعمل هنا. زي ما بقول لكم الدنيا هنا ما كانش فيه، الناس بقت حطينا كده يافطة بره كنيسة القديسين بطريقية الأقباط. كنيسة الناس تعدي، إيه الكنيسة جابت منين ديت؟ دي كنيسة هنا، إيه اتولدت كنيسة هنا في الحتة دي؟ فابتدت الناس تيجي وهكذا. مش عايز يعني لو قعدت اتكلم عن المعاناة اللي احنا عانيناها في الخمسين سنة لغاية ما الكنيسة معانا زرها كده، والخدمات والحاجات دي كلها ديت يعني واخدة مننا ايه يعني صلوات وجهد وسنين، زي ما يكون واحد ما عنده شجرة بيتعهد وعمال يروي ويدبر فيه لغاية ما تثمر. يعني ما بنوصلش للي انتوا فيه دلوقتي بالسهل، يعني نحن دخلنا على تعب، على تعب اخرين. الكنيسة في بدايتها ايد ربنا كانت بتشتغل، وايد ربنا معانا. لما ابتدى المبنى الصغير ده، كان مبنى طبعا بدون اي اساسات، وسقفه كان واطي كده يعني زي سقوف البيت كده واطي قوي، وابتدى الشتاء يجي علينا يوم بعد يوم، ابتدى السقف ده يتهالك، فلازم نشوف لنا حل. دخلنا في مشكله كبيره جدا ان احنا نبتدي نعدل المبنى ده، وممنوع ممنوع ممنوع. انتوا مش كنيسة، مالكوش اي تصريح، مالكوش اي تراخيص. نصلي ونحاول ونسعى هنا ونحاول هنا، السكك مسدودة. لكن لما ربنا بيريد ربنا بيشتغل. تبص تلاقي في عيد ماري مرقص ربنا يدبر خطوة، في عيد البابا بطرس ربنا يدبر خطوة، يجي لنا تصريح مرة، جالنا تصريح ترميم، والكنيسة كانت ايه يعني زي بقول لكم مش سبب الشتاء كان بيخر علينا واحنا بنصلي المية في السقف، بيت يعني زي بيت قديم كده. دي الكنيسة ديت اللي انتوا قاعدين فيها دي كانت كده الاول. فقعدنا نسعى، جالنا قرار ترميم. طب نعمل ايه بقرار ترميم؟ قلنا بقى احنا فرصة نبني، وابتدينا جوه الكنيسة نبتدي نحفر عمدان ونعمل ايه عشان نطلع بقى ايه الكنيسة كويس. المنظر اللي حصل ده لا يمكن يمحى من العين، ان الناس حست ان احنا بنبني الكنيسة. الناس كلها جت وقعد بقى ايه زي ما تقول خلية نحل، او زي ما يكون انسان كان مكبوت وما صدق. ابتدى يجي مهندسين ومقاولين وشباب ورجال كبار ورجال صغيرين، كله اللي عمال يحفر في الارض، واللي عمال يشيل ردم، واللي عمال يجيب طوب، واللي عمال مش عارف يعمل ايه، والناس كلها، والعيال الصغيره تجيب الشاي وتجيب الاكل ما اعرفش للعمال. منظر ملحمه جميله. لكن طبعا الشيطان ما بيسكتش، قعدنا نشتغل يجي اسبوع كده، عملنا جهد كبير جدا. بصينا لقينا طبعا جم وقفوا الشغل ووقفونا والكلام ده كله، في الوقت اللي احنا كنا يعني المبنى القديم ده بقى خلاص عدنا نحفر تحتيه وبتاعه، ابتدى هيقع علينا المبنى القديم. فابتدى نقف في موقف صعب جدا، لا احنا طلعنا فوق ولا نزلنا تحت. لا تتخيلوا خدنا جهد قد ايه، محاولات قد ايه. قال لك لازم عشان تكمل المبنى ده لازم تجيب قرار من وزير الداخلية نفسه. تروح شمال ويمين شمال، ما فيش غير ربنا اللي اشتغل. لولا الصلوات، وكان الناس كنا بنصلي ببكاء، صلي بدموع، كلنا كنا بنصلي بدموع، والشمامسة تصلي والكهنة يصلوا بدموع قدام ربنا، لأن كنا في وضع صعب جدا جدا، لغاية ما ربنا تمجد
والعجيب ان احنا كنا في الوقت ده كنا في ديسمبر، وجه عيد البابا بطرس خاتم الشهداء شفيع الكنيسه دي، وعمالين بقى نقول عملنا نهضه ونقول بقى ان شاء الله بركه البابا بطرس يجيب لنا التصريح والبابا بطرس، لغايه ما جينا ليله العيد البابا بطرس وما فيش تصريح، وجي صلينا القداس تاني يوم لغايه ما ايه يقول لك طب هو البابا بطرس ما عملش حاجه ليه؟ الساعة 12 بالليل يوم عيد البابا بطرس بالليل، الساعة 12 بالليل ضرب تليفون واحد من ولادنا اللي كنا مكلفينه يشوف لنا الموضوع ده، ضرب تليفون الساعة 12 لخمسة بالظبط قبل ما اليوم يخلص، وقال مبروك الوزير مضى القرار، انتفاضة، كل الناس طلعت جري على الشغل. لكن طبعا الشيطان ما بيسكتش، انا مش قادر يعني هحكي ايه ولا ايه ولا ايه، لكن طبعا لما ابتدينا نشتغل تاني الشيطان والمحاولات ومعكسات صعبه صعبه. نشكر ربنا. اللي انا عايز بس اوصله ليكو ان الكنيسه هي بيت ربنا، والكنيسه لما يكون فيها صلاه وفيها عباده هتبقى كنيسه حلوه. لكن اوعى ابدا تفتكروا ان الكنيسه هي ان تبقى مزينه معرفش ايه ومعموله بالرخام ايه ومعموله، لا، الكنيسه هي النفوس التائبه، الكنيسه هي الشعب المصلي، ده هو هي دي الكنيسه. والكنيسه بيحرسها ربنا مسؤول عنها وقدسيها. في قصه دايما احكيها، كنا لسه في البدايه خالص يعني، وكانت الدنيا هنا مقطوعة. وبعدين أنا تاني يوم بعد القداس قاعد بقضي اعترافات بعد القداس، جت لي واحدة غير مسيحية قالت لي أنا امبارح وأنا جاية بالليل من خالد وليد كده ومعدية في المنطقة دي، ففي ناس بعربية كده طلعوا عليا، فبصيت ناحية الكنيسة لقيت واحد زي قسيس كبير كده، زي يعني بقى مثلا بطرك ولا اسقف ولا هي ما تعرفش طبعا، بتقول لقيت قسيس كبير نازل من فوق كده من الشارع ده، طبعا ما كانش في السلم ده زمان، كان حته رمله كده نازل كده، وقرب قرب مني، فالشبان ده لما شافوه جريوا، وبتقول قرب مني ومش زي ماشي معايا، ودنيته ماشي معايا من الكنيسه، بتقول انا كنت حاسه بطاقه رجله في الارض، ده اللي المسيحيه اللي بتحكي، وتقول دنيته ماشي معايا لغايه ما دخلنا البيت بتاعهم كان في المحمره، بقول حتى كان ايامها كان في لسه المجاري وميه في الارض ومش عارف ايه، بقيت مكسوفه ان هو، وبعدين بفتح الباب واقول له تعالى، لسه اقول له اتفضل، ما لقيتوش وجايه تحكي. قلت لها ده شفيع الكنيسة، اللي دايما احنا عندنا عقيدة ان شفيع الكنيسة ولو بيحرس الكنيسة، فانت والكنيسة مش بتخدم المسيحيين بس، ده الكنيسة بتخدم الكل. دي معجزة ان تحس ان الكنيسة لها قوة وقديس الكنيسة لهم قوة. مرة من المرات برضو كنا بنصلي القداس، وبعدين جه ولد مش عارف حتى ما احنا كاتبين اسمه، معرفش اسمه محمد ايه كده، هاشم ايه حاجه كده يعني، كان الولد ده اصم ما بيتكلمش، وجايه والدته كان في قرب نهايه القداس كده، وقالت ده احنا عايزين ابونا يصلي له، فالاخ اللي قاعد ورا قال لها طب استني هنا، طب دلوقتي في نهاية القداس وابونا بيرش المية والكل بيقول مبارك الآتي باسم رب، الولد ده نطق وطلع يجري، وأمه تعد تجري عليا وتقول لي ده ما كانش بيتكلم، ده بيتكلم، ده عمل قوة الذبيحة، قوة الذبيحة إن الأخرس ينطق. خلي بالكوا الحاجات دي لازم لها معاني روحية. يعني ايه؟ يعني انا ما بعرفش اتكلم كلمه حلوه، ربنا يغيرني خليني اتكلم كلام كويس، انا بعيد عن ربنا، ربنا يقدر يقربني،
ده عمل الكنيسة، بس تعالى صلي بخشوع، تعالى قدم المهابة لبيت الله. فالكنيسة بيت الله، ودايما مهما كان شكلها مش مهم. انت تعرف ان خيمة الاجتماع زمان، ده البيت اللي كان ربنا بيجتمع فيه مع الشعب اسمها خيمة الاجتماع، كانت الخيمة ديت عليها غطا كده من بره جلد الشمس تضرب فيه بقى مكلح وشكله وحش قوي من بره. فالخيمة كان من بره منظرها وحش قوي، لكن اول ما تقرب وتبتدي تخش بقى الخيمة جوه تلاقي ذهب وفضة وألوان الستاير البرتقاني والسماوي والأبيض، ومنظر جميل من جوه. احنا عايزين كده بقى الداخل اللي جوه، مش مهم الشكل اللي بره، المهم اللي جوه شكله ايه. كل ما تخش للعمق هتلاقي أمجاد، كل ما تقرب ربنا أكتر تلاقي مجد ومجد ورا مجد. مش عارف أتذكر لكم إيه ولا إيه، إحنا ما كناش يعني أغنياء يعني، ولا عندنا فلوس ولا كلام من ده، بل بالعكس إحنا كنا دايما في البدايات يعني. أول ما بدأنا نبني المبنى اللي ما قلت لكم، المبنى القديم ده اللي ما بدأنا نبنيه، كان كل اللي في صندوق، كل الكنيسة كلها من أواخرها كان فيها 1000 جنيه. طبعا زمان يمكن 1000 كانت لها قيمة شوية يمكن. ونبتدي الشغل وإحنا ما معناش فلوس. لما ابتدينا ناخد الأرض ديت، إحنا طبعا الكنيسة كانت الأرض بتاعتها لغاية الباب الحديد اللي هنا مكتب الخدمة وباب الحديد، ده كانت الأرض بتاعتها. بعد كده اشترينا الأرض ديت وبنينا عليها المكتب. لما اشترينا الأرض ديت الناس بقى يضحكوا علي، دي الأرض دي بملايين والمبنى بملايين، طب أنت هتجيب منين يا بون؟ الراجل قال لي طب أنا هبني عمارة وأديكوا شقتين، قلت له أنا عايزها كلها. في الوقت ده كنا مديونين، شوف كنا مديونين، لأن كنا شارين لسه الأرض بتاعت الكينج ومش عارف عاملين إيه، وكنا مديونين. عجب، جت الفلوس دي منين؟ الملايين دي جت منين؟ ده المباني بس متكلفة ملايين غير تمن الأرض. إيه ده؟ ده عمل ربنا عجيب. وإيه؟ ويستخدم الضعفاء ويستخدم الفقراء، ربنا إيده ممدودة قوية. خد الحاجات دي في حياتك وأشعر إن ربنا معاك ويقدر يسندك ويقدر يخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. ده إحنا مرة من المرات لما عملنا الدور الأرضي ده كنا لسه في السقف ده اللي احنا واقفين عليه ده، عكسونا قوي، قالوا لا انتوا تعملوا جزء والجزء التاني ده كنت عاملينه بالاسبستوس والصاج، يستنى صاج زي ما هو. وقعدنا خدنا فيها أشواط، وبعتوا لنا واحد مهندس من الحي واقف علينا يراقبنا وما تعملوش ما تسووش حاجة، معاكسات صعبة قوي قوي. قام ربنا يتمجد، واحد كده من ولادنا جاب بتاع أمن الدولة وجه ووقف على السطح كده، وقعدنا بقى نقول له ده يعني احنا ده فاضل حتة صغيرة ده كذا ده كذا. قام طلع المهندس ده، هو طبعا ما يعرفش ان ده أمن دولة، ما قعد يتكلم، جه مسكه وهزقه قدامنا كلنا وشتبه بأوحش الشتائم. قال له لما انت عامل صح سبتهم يشتغلوا ليه من الأول؟ وبعدين جت على الحتة، احنا كنا كل ايه، كان مثلا المفروض في حتة عرضها مثلا 4 متر ما نعملهاش، احنا كل يوم ناخد حتة ناخد حتة لغاية ما تبقى يدوبك متر ونص ولا حاجة اللي باقيين. قال له جاي تتمسك على ايه؟ فشوف ربنا بيقلب الأمور ازاي.
وحاجات كتيره كتيره كتيره. ما فيش كنيسه سواء عندنا او غيرنا الا ما اتبنت بمعجزات وراء معجزات، تشعر ان يد الله تعمل. يا ريت ربنا يدينا ان احنا نشعر بالكنيسه. وبرضه مش عايزكم تبصوا للكنيسه هي مبنى وبنينا كذا وعملنا كذا، مش ده الموضوع. الموضوع هو بناء النفوس، مش المباني هي كل شيء، لكن المبنى الايه؟ النفس. خلي قلبك هو الكنيسه، وخلي قلبك هو هيكل الله. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. لما تكون انت هيكل ربنا، طيب ارفع بخور في الهيكل. البخور ده هو الصلوات. لما تكون انت هيكل ربنا، هيكل ربنا ده بيسكن فيه المسيح، خلي قلبك ساكن فيه المسيح، وهكذا. فاحنا عايزين ان احنا الكنيسه بالنسبه لنا تكون حياه وعباده، ولا يمكن ابدا ان ربنا هيقبل ابدا. انا لسه النهارده كان عندي وعظه، خدت الجزء بتاع ارميا اصحاح 7، بيقول له ايه؟ بيقول له اقف على الباب يا ارميا، على باب الكنيسه، وقول للناس دولت انتوا جايين تصلوا وقلبكم وحش. ازاي انتوا جايين تصلوا وداخلين الكنيسه تصلوا وعمالين بتسرقوا عبادة اوثان وماشيين في الزنا وماشيين في طب ازاي؟ وكان كلام صعب. هو ده اللي ربنا عايزه. ما احناش عايزين نخش في شكليات ومناظر وداخلين طالعين والقلب بعيد جدا جدا. يا ربنا يدينا كده ان احنا نكون فعلا كنيسه روحيه، كنيسه مصليه، كنيسه امينه الى النفس الاخير. ويبقى ربنا يدينا فرص تانية نحكي لكم عن معجزات كتيرة ومواقف كتيرة ربنا كان بيدبرها معانا، وربنا يبارك لكم. ويبقى إن شاء الله كده بقى نحتفل مع بعض النهضة بتاعت عيد الكنيسة في 12 يوليو إن شاء الله. لإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.